بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، أسعد الله مساكم بكل خير. على قدر أهل العزم تاتي العزائم، وتاتي على قدر الكرام المكارم. شكرا لمالك هجن زعبيل سيدي سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم على دعمه المتواصل لرياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة المتواصلة. شكرا لبوسعيد على دعمه وحضوره الميمون على أرضية ميدان دستور. ثالث أشواطي هذا المساء، سياراتي هذا المساء تنطلق على البركة. مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، 1500 متر هي المسافة المقررة من اللجنة العليا المنظمة لهذا السباق. مباشرة نسير إلى الصدارة، إلى المركز الأول. هناك فتنة، صالح بسالم بن سليمان الخروصي، ولكن الدخول من حاملة الرقم 60 الشاهينية يمعة بن حمدان بن محمد البلوشي وصلت في هذه اللحظات. مخيف محمد بن خميس بن علي المخيبي غير المخيبي مع مخيفة لينتزع المركز الأول. الله 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 الله، لمن السيارة، لمن الفوز، لمن الانتصار في هذه المكرمة الغالية. أعود إلى المقدمة والصدارة، أعود إلى المركز الأول. هناك شاهينية يمع بن حمدان بن محمد البلوشي، بدأ يسير إلى المقدمة، بدأ ينطلق، ولكن المركز الثاني وصلت غزيلة، والمركز الثاني هناك مخيفة محمد بن خميس بن علي المخيبي، ولكن الله الله القادمة، القادمة الظبي ناصر بن العبد الوهيبي وصل ابو محمد، انطلق، ولكن الدخول، هناك الدخول من القادمة، هناك من المنطلقة الشاهينية ناصر بن سعيد الغفيلي، الغفيلي والوهيبي ابناء المضيبي، ابناء الابيض ينتزعون هذه السيارة. سلام يا الفتح، سلام، تهانينا الناصر بن العبد الوهيبي على فوز الظبي في هذا الشوط، تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت هناك اللي هي الشاهيني ناصر بن سعيد بن علي الغفيلي، والمركز الثالث وصول رائع وجميل من خداع زاهر بن سلطان بن سالم المثيمني، والمركز الرابع كان دخولها جميل ايضا الشاهيني مع بن حمدان بن محمد البلوشي. لنعود بالتوقيت الزمني.